ورياضيا، يسعى فريق ليفربول لتحقيق انتصار جديد ببطولة الدوري الأوروبي عند صدامه القوي مع تولوز الفرنسي مساء اليوم، على وذلك يكون على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. ويعتلي ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، ويليه نادي تولوز ب4 نقاط، أما سانت جيلواز فيحل ثالثا بنقطة واحدة، ويتذيل لاس كلينز النمساوي المجموعة بدون أي نقاط.